إذن الإنسان حينما يقول حسبي الله لابد أن يكون صادقا فيه. الحسب هو الكافي، وإن يريدوا أن يخدعوك، لو المشركين عايزين يعملوا فيك خدعة وأنت لا تعلم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله، أن تكتفي بالله، شعور في قمة الأمان. رجلا سلما لرجل، أن ترضى بالله ليكفيك كل ما أهمك. حينما تقول حسبي الله وترضى أن يكفيك الله، أنت أصلا لا تستطيع أن تعدد احتياجاتك. يعني ممكن الواحد هو أصلا مش عارف إيه احتياجاته ومش عارف إيه اللي ينفعه، هيدبرها إزاي؟ زيك لما نيجي نجمع المواطن اللي جاء فيها ذكر حسبي الله، ابن عباس في البخاري بيقول قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هي كلمة الخليلين كما قال ابن هويرة في شرح الحديث، كلمة الخليلين، الكلمة التي اجتمع عليها إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم.